مرحبا. بعد أن فقدت تعويضات المضمونين معظم قدراتها الشرائية بسبب تدهور سعر العملة أو سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وأصبح المعاش التقاعدي الذي كان يشكل ضمانا لحياة الموظف بعد توقفه عن العمل أصبح اليوم لا يكفي لبضعة أيام بعدما ارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 40,000 ليرة لبنانية. وفي هذا الإطار أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي خلال لقائه وفدا من لجنة متقاعدي أو متعاقدي ومتقاعدي الإدارة فيما يتعلق بمطلب أن يكون المعاش التقاعدي متحركا أن المشروع المطروح من قبل إدارة الضمان وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية حرص على أن يكون هذا المعاش مرنا ويعدل وفق ارتفاع معدلات الأجور السنوية المصرح عنها للصندوق. وما مزيد من التفاصيل نطلع عليها مع الدكتور محمد كركي. أهلا بك دكتور، هل سيكون هنالك تعديل في تعويضات نهاية الخدمة وبالتالي يتم صرفها على أساس سعر صرف يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار؟ يعطيك العافية، نحن بدنا نشكرك لأنه فعلا هذا موضوع أساسي جدا، كون مثل ما بتعرفي اللي كان يقبض تقريبا 100 مليون كان يطلع له حوالي 60-70 ألف دولار، هلا ما بيطلعوا 2500 دولار، وبالتالي هناك ضرورة لحتى نعمل شيء كنا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. منشان هيك من حوالي 4-5 أشهر شكلنا لجنة لحتى نخير المواطن المضمون بين أنه يسحب تعويضه كما هو أو نعطيه معاش تقاعدي مدى الحياة. وبالتالي هيدا المشروع أنجزناه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكان اليوم مطروح بلجنة المؤشر بحضور معالي وزير العمل وأصحاب العمل والعمال. وبالتالي نتأمل أنه يكون في توافق بين العمال وأصحاب العمل والدولي لحتى هيدا نحطه بالإطار النهائي. الأهمية هيدا المشروع أنه بدل ما يعطيك تعويض دفعة واحدة حنفتح المجال أمام لمن يريد من المضمونين واللي بيبلغ 60 سنة وعنده 20 سنة خدمة ياخد معاش تقاعدي مدى الحياة ليأمنه حياة كريمة واستقرار اجتماعي. وهل ستختلف دكتور آلية تعديل المعاش التقاعدي بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص؟ طبعا بالتأكيد هذا المشروع اللي عم نعمله هو يتعلق باللي خاضعين لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي ما في لينك بين اللي عاملين في القطاع العام اللي بياخذوا تقاعدهم من وزارة المالية. هذا أكثر للناس اللي بتقبض تعويضات نهاية خدمتها من الضمان واللي هي كل مؤسسات القطاع الخاص بالإضافة للمؤسسات العامة الخاضعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كل الشكر لك مدير عام الضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي. الدولار طالت كل المواد الأساسية والخدمات، أما الرواتب فلا زالت بمعظمها بالليرة اللبنانية، والعين على إنجاز ملف الترسيم وانعكاساته الاقتصادية. وهلأ مشاهدينا عودة لسيئة نشرة الأخبار.